أجدد الترحيب بضيفي بيت للكل في هذه الحلقة الخاصة، الأستاذ حسن صالح والأستاذ إياد حمدان. أنبئكم بأننا نطل عليكم من هذا المكان المغرق بالرمزية التاريخية، وهذا يقودني إلى أن أسأل السيد حسن صالح، وقد شغل العديد من المناصب الوظيفية بضمنها رئيس بلدية هذه المدينة الجميلة التي يقطنها هو يسكنها وهي تسكن وجدانه بالتأكيد. أستاذ حسن، أريحة مغرقة بالرمزية، مغرقة بالأثار، مليئة بالأثار، وكل هذا دلالات واضحة على أنها مدينة ضاربة جذورها في عمق التاريخ. أنتم كأبناء مدينة، ما الذي يعنيه لكم ذلك بالمعنى الإنساني، بالمعنى الحضاري، بالمعنى المعنوي والمعنى التاريخي؟ أولا شكرا لتقديمكم الجميل، وشكرا لأريحة. أريحة حقيقة كما قلت هي مدينة رمزية بكل ما تعنيه الكلمة من أبعاد ومعاني ومعطيات، ولكن أهم رمزيات أريحة أنها الأول هي بداية الإنسان. هنا كانت بدايات الإنسان، مشان المي ينبع عين السلطان، نزل الإنسان الأول من الجبل إلى 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 منطقة أريحة، وكان فيها أول الزراعة، أول بيت، أول جيرة، وبالتالي كل البدايات الأولى الحقيقة انطلقت من هذه المدينة العظيمة المملوءة بالرمزية. بالنسبة لنا أو بالنسبة لي كمدينة، بحس حقيقة بهذا الانتماء الجميل اللي الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك شايفها من الشام، من دمشق، شايف أريحة، وبالتالي يصدر أوامره في بناء هذا القصر في هذا المكان الجميل حتى تكون شتويته شتوية ريحوية. واليوم يمكن عم بنشوف أنه أغلب الفلسطينيين بكل مدن فلسطين هي شتويتهم في أريحة، رغم أنه هالأيام صارت جمعتهم في أريحة، يعني من الخميس إلى الأحد أريحة مليانة بكل فلسطين. وبالتالي هذه هي رمزيات أريحة، أنها مدينة للكل، أنها مدينة لفلسطين، أنها مدينة للأمة أيضا، وهي مدينة البدايات في كل يعني شيء. يعني هنا هذا بس يقودني إلى مداخلة. هنا قرر الآدمي الأول الذي وطئت قدماه هذا الثرى، وهي المنطقة الأكثر انخفاضا في على وجه الكرة الأرضية، هنا قرر أبجديات التعاطي مع كل مكونات الحياة. بالضبط بالضبط. لذلك هنا، لأنه هون لما نزل كان عايش في المغارة، لما نزل إلى هذا المكان صار لا بده يعيش في 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 قرية، في 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 مدينة، ولذلك كان فيها أول بيت. ويمكن وهون عملنا غناي الحقيقة عن أريحة فيها كل هذا الكلام عن هذه البدايات، عن هذه الرمزية، عن هذه المعطيات.